النهاردة هعمل معاكم الكريب بأسهل وأسرع طريقة وبطعم فوق الرائع. هعمله بحشوة طعمها فعلا يجنن، مش هتتخيلوا سهلة وبسيطة قد ايه. بعد الفيديو ده هتبقوا محترفين في الكريب، وبجد بجد هتعشقوه ومش هتبطلوا تعملوه. هقولكوا على كل الأسرار اللي هتطلع معاكم الكريب ناجح ومضمون من أول مرة. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو، وتعالوا بينا يلا نبتدي على طول. الاول هنبتدي بالحشوة. انا جبت بصلتين، طبعا يعني تقدروا تقللوا او تكتروا في الحاجات دي براحتكم، لكن كتروا الخضار علشان نوفر في الحشوة. كل ما بتكتروا البصل بجد الحشوة دي بيبقى طعمها زي السكر. انا قطعت البصل زي ما انتم شايفين جوليان، هحطه في طبق يكون واسع شوية، وبعدين هنقطع فلفل سواء فلفل اخضر او الوان، لكن للامانة يعني الفلفل الالوان بيبقى طعمه حلو كده ومميز في اي وصفة. قطعته جوليان برضو زي ما قطعنا البصل. هاخد الفلفل واحطه على نفس الطبق اللي هو فيه البصل. ودلوقتي كان عندي كام شريحة كده في الفريزر من البانيه، فابتديت اقطعهم زي ما انتوا شايفين كده، يعني شرايح طويلة، مش طويلة قوي وكمان مش تخينة. علشان ايه؟ علشان احنا النهاردة عايزين نعمله في اسرع وقت، فكل ما بيكون رفيع يعني بينجز معانا وبيستوي بسرعة على النار. هو ده الحجم اللي انا اقصده، يعني ما هوش رفيع زياده عن اللزوم، المهم ما يكونش تخين علشان يستوي بسرعه. ضفت نص ملعقه من الفلفل الاسود، ملعقه صغيره من الكزبره، ملعقه ونص من خلطه البهارات السحريه او بهارات الفراخ المتوفره عندكم. كمان ضفت ملعقه الا ربع من الملح، الملعقه دي صغيره على فكره. كمان ضفت عصره ليمونه كامله، وهضيف دلوقتي ملعقتين من العسل الاسود. عايزه اقول لكم العسل الاسود ده بكل امانه بيخلي الشاورما في حته تانية خالص، بيخلي طعمها مميز جدا جدا، وبيقضي على اي ريحة تكونوا مش بتحبوها في الفراخ، بيخلي طعمها فعلا رائع يعني مميز جدا جدا. كمان ضفت ملعقة كبيرة من الخل، وضفت ملعقتين كبار من الزيت، وهخلط المكونات دي كلها كده مع بعض. صدقوني بالرغم من بساطة الحاجات دي هتخلي طعم الشاورما معاكم زي السكر. هنركن الشاورما دي على جنب لغاية ما نخلص عجينة الكريب. في طبق او في الخلاط او في الكبة هنحط 3 كوبايات ونص من الدقيق، هنضيف ليهم ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، 4 كوبايات ونص مية، يبقى 3 كوبايات ونص دقيق، 4 كوبايات ونص مية. ممكن نخلطهم زي ما قلتلكم في الخلاط او في الكبة، او ممكن بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي. انا استخدمت ابسط حاجة اللي هي متوفرة في كل البيوت، حطيتهم في الطبق وابتديت اقلبهم بالمضرب اليدوي، واقلبهم كويس جدا علشان العجينة تبقى ناعمة معانا وما فيهاش اي تكتلات. انا رفعتها كده حسيت ان هي يعني خفيفة شوية، فضفت ملعقة كبيرة بس من الدقيق. فانتوا ممكن تحتاجوها ممكن ما تحتاجوهاش، يعني على حسب القوام. دلوقتي هوريكم القوام المثالي. بصوا ده القوام اللي احنا محتاجينه للكريب، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. هختبره ازاي؟ بنقلب الملعقة كده على ظهرها، وبعدين بنعمل شرطة كده بسيطة، لما تبقى بالشكل ده يبقى خلاص العجينة معانا مثالية. ممكن تسيب العجينة ترتاح، او ممكن لو فيها اي تكتلات ممكن تصفيها باي مصفى، لكن العجينة انا كانت زي الفل معايا فما صفيتهاش بصراحة، واشتغلت فيها على طول. جبت الطاسة واديتها مسحة بسيطة جدا جدا، يعني زي الدمعة كده ما تحسوش بيها من الزيت في الطاسة. وبعدين الطاسة وهي دافية نزلت بكبشة كده مليانة ووزعتها بسرعة في الطاسة. المهم احنا مش هنقلب الكريب ده خالص خالص غير لما يتشمع على ناحية، ومن فوق يكون متشمع تماما، لان العجينة لو طرية من فوق هتتلخبط معاكي وانت بتقلبيها. اول ما تتشمع على ناحية يعني تاخد اللون الذهبي الجميل ده، بنقلبها على الناحية التانية لغاية ما نوصل للون ده، وبعدين بحطها في طبق كده. بصوا كل مرة انا لازم ادي مسحة بسيطة خالص خالص من الزيت، يعني تكاد لا ترى. وبعدين بنقلب العجينة بتاعت الكريب، لازم نقلبها كل مرة علشان دي ممكن ينزل تحت. ومش هحرك خالص الكريب ابدا ابدا غير لما الاقيه. بصوا لما الوش بتاعها كان لسه متشمع كويس كانت هتمسك في بعضها، علشان كده انا صورت المقطع ده وحبيت تاخدوا بالكم منه. فاحنا مش هنقلب الكريب اول مرة ابدا غير لما تتشمع على اول ناحية من فوق، ومن تحت يكون لونها ذهبي خفيف. كل مرة بدي مسحة بسيطة خالص، نقطة بسيطة خالص من الزيت، لان لو كترتوا الزيت مش هتعرفوا تتحكموا في العجينة، هتزحلق منكم انتوا بتشكلوها. كمان الطاسة في كل مرة انا بخليها تهدى كده يعني 10 ثواني، ما صبش فيها العجين مرة واحدة علشان العجين ما يتكتلش في النص، اعرف اوزعه كويس. بعد ما بتاخد لون على اول ناحية الذهبي بقلبها على الناحية التانية،
وبعدين بغطيها بالشكل ده. انا خلصت كل الكميه اللي عندي، عملت لي 15 واحده. الطاسه دي تقريبا يعني متهيألي مقاس 22 او 24، مش فاكره بالظبط يعني. المهم ان هم كانوا 15 واحده، بخليهم فوق بعض كده علشان يبقوا الكريب طري معايا زي ما انتم شايفين، طري جدا جدا. طبعا بغطيه فوطه لغايه ما اخلص الحشوه دلوقتي. تعالوا بينا دلوقتي بقى نعمل الحشوه مع بعض، وخلوا بالكم الحشوه دي فعلا فعلا فوق الرائع، ممكن تستغلوها في اي حشوات تانية. اضفت شويه زيت وهستنى لما يسخن الزيت خالص، وبعدين هاخد نص كميه الشاورما وهنزل بيها في الطاسه. ما تنزلوش بكل الكميه علشان الشاورما ما تنزلش ميه وتنشف معاكم. خلوا بالكم من النقاط المهمه اللي احنا بنقولها في النص. انا ما بحركش الشاورما ابدا ابدا غير بعد ما عدت كده يعني حوالي 30 ثانيه مثلا، هلاقيها اتشمعت على ناحيه هروح اركنها على جنب واخلي مكان فاضي، واول ما تسخن الطاسه تانية بنزل بنص الكميه الباقيه بتاعت الشاورما. اهم حاجة الطاسة بتاعتي لازم تكون دايما سخنة علشان الشاورما ما تنزلش مية. وزي ما انتوا شايفين من وقت للتاني انا بديها تقليبة بسيطة والطاسة ما فيهاش مية. ده دليل على اني انا مشيت على الخطوات صح. ما تخلوش الشاورما تنزل مية عشان ما تنشفش معاكم. على فكرة كل ما بتحتفظ الفراخ بالمية اللي فيها بتبقى طرية وجوسي كده وطعمها جميل، غير بقى لما تنزل المية بتاعتها بتبقى ناشفة. من وقت للتاني انا بديها تقليبة بسيطة كده لغاية ما تستوي معانا الشاورما، يعني ما فيش ولا اي حاجة هنتعب فيها، كل شوية هنديها تقليبة بسيطة وبس كده لغاية ما نختبرها بشوكة او ممكن ندوقها مثلا. اول ما تستوي خلاص كده تبقى زي الفل، ممكن تدوقوها علشان تشوفوا اذا كانت ناقصة توابل او ملح. انا محتاجتش لاي حاجة تاني، كانت زي الفل. تعالوا بقى اقول لكم احنا هنحشي الكريب ازاي. بنقطع الربع اللي قدامنا ده، وبعدين انا بقيسه علشان اشوفه قد الربع التاني ولا لا، وبعدين بحط الحشوة كده. وما تبلغوش في الحشوة عشان ما تخرجش من بره، صدقوني اقل كمية من الشاورما هتبقى طعمها لذيذ، لان اصلا طعم الكريب زي السكر. بحشي بنفس الطريقة كده الربع اللي قدامي واطبق عليه، وبعد كده خلاص كده بكمل كل الكمية بنفس الشكل. بروح للطاسة هي اللي انا استخدمتها، وبديها مسحة بسيطة من الزيت، ما تكتروش الزيت، واستنى لما تسخن الطاسة وهنزل فيها الكريب. اول ما ياخد لون على ناحية بقلبه على الناحية التانية على طول، هو ما بياخدش وقت خالص على فكرة. كده خلاص انا خلصت كل الكمية اللي عندي. لو حابين بقى تحشوا باي حاجة غير الفراخ براحتكم، ممكن لحمة متعصجة، ممكن تحشوه بميكس جبن، ممكن تحشوه ببطاطس مقلية او بالبطاطس البيوري، او بميكس خضار متقلب كده مع بصل وفلفل الوان. على فكرة عايزة اقول لكم الطريقة دي للكريب طريقة اقتصادية جدا ولذيذة وناجحة مليون في المية، يعني ولا حطينا بيض ولا حطينا حليب ولا اي حاجة، هو بالمية كده طعمه فوق الرائع. جربوا الطريقة دي، وما تنسوش بقى تكتبوا لي برضو رأيكم في الكومنتات، انت بتعملوه بالطريقة دي ولا بتحبوا تعملوه بالبيض والحليب؟ انا عن نفسي بفضل الطريقة دي. لو وصلتوا لغاية هنا انا بشكركم من كل قلبي، ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو، بحبكم جدا جدا.